ضيفنا احمد الجميل. احمد عندي سؤال بيقول انه الفنان صابر الرباعي مع انه تونسي زي حضرتك اغانيه اغلبها باللهجه المصري وحضرتك غنيت بلهجات مختلفه يعني غنيت خليجي وتونسي ومصري وكتير لهجات ما خفتش من عدم التركيز ما حبيتش تركز مع الجمهور في لون معين توصل له في لهجه معينه هي دي اللي تقفش بيها الجمهور بتاعك؟ لا الصراحه يعني انا يعني كطالب كنت من طلاب الاكاديمي كانت معظم الناس يعني كانت اللي شجعتني واللي صوتتني من عديد البلدان يعني من لبنان من تونس من 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 مصر من من جميع يعني البلدان هذا الشيء اللي خلاني البومي الاول نعمله منوع كاول البوم يعني لانه بعد ما عنديش هويه 100% انه ندخل فيها يعني عرفت فحبينا ننوع كل سواء اللهجات اصلا خليجي ما نزلتش خليجي لانه كلهجه ما زلت ما تقنتهاش 100% يعني اكيد قادر اني ننزل اغنيه خليجيه لكن وقت اللي نحب ننزل اغنيه خليجيه ان شاء الله نحب ننزلها وانا قادر اني نتقنها كلهجه 100% نرجع للالبوم التنوع خلاني نشوف لعبات في اي لون حبتني في اي لهجه حبتني في اي موضوع يعني حبتني ونمشي على هذا الاساس ونكمل على هذا الاساس فلهذا السبب يعني عملنا تنوع في الالبوم الاول. طيب قل لي الحكايه دي مش كانت مقلقه قوي انك لازم تثبت لنفسك هويه في الاول ثابته كده انا بغني كذا؟ طبعا يعني كبدايه اكيد انه لازمني اكيد مش لازم نفرض هويتي وانا ما عنديش اصلا هويه يعني ازاي ما عندكش هويه؟ اكيد شو شنو هي الهويه؟ لا يعني تنقي هويه تقول انا هغني للجمهور التونسي او للجمهور اللبناني او لا كلهجه المصر. لا كلهجه انتبه يعني نحن عرب كلهجه انت بتحكي فما فرق بين هويه اللهجه او هويه الاغنيه لا انا قصدي هويه اللهجه لا هويه اللهجه اكيد يعني انا كاول اغنيه نزلت اغنيه تونسيه هذايا باش يعني تكريم مني مش تكريم هو لكن رد وفاء لبلدي اللي شجعوني برشا ولانه انا اصلي تونسي فلكن كهوية لهجة أنا ما بشوفش يعني كلنا عرب كلنا يعني نفس اللغة العربية تختلف اللهجات شوية شوية دونك ما فماش مشكلة إنه نغني تونسي ولا مصري ولا لبناني أكيد ما فماش طيب بمناسبة برشا والتونسي وكده قول لي الأغنية بتاع سهران معاك الليلة نعم في روحها حاجة من الموسيقى التقليدية التونسي ولا نعم نعم فيها النوع ليزانسكريمون وال والايقاع فيها تحسك شويه فما شويه من روح تونس شويه من روح تونسي القديم اي القديم احمد بتحب تسمع مين من المطربين من الجيل الحالي؟ من الجيل الحالي اكيد فما عديد المطربين يعني اللي مش نحب نسمعهم لكن انا اصلا يعني نحبهم برشا امثال جورج وصوف امثال صابر الرباعي امثال كاظم الساهر عديد الفنانين يعني والفنانات امثال شيرين امثال لطيفه ذكرى محمد الله يرحمها أصالة نصري يعني ما نحبش ندخل برشا في الاسامي لانه خاف ننسى عديد الاسامي سميره سعيد بس في حد اكيد بتحبه يعني وانت لوحدك في العربيه كده بتحب تسمع منه انا اكثر شخص نسمع له برشا من انا وصغير هما اثنين يعني برشا نسمعهم جورج وصوف ومحمد عبد الوهاب يعني هذوما اكثر فنانين يعني نسمعهم برشا طب قولي بقى الاشاعات عامله ايه في حياتك الخاصه والمعجبات وال نعم اثرت في حياتك الخاصه لا صراحة لا يعني أوقات يعني وقت تطلع إشاعة أوقات يعني تنرفزني و لكن ما أكيد ما أثرتش برشا يعني في بتضايقك شوية لكن خلص تعودت خلص أصلا ما فماش برشا إشاعات دونك أنت ما تقريش المعجبات لا لا. طب المعجبات لا لا مش مشكلة لا أكيد لا مش كتير يا أحمد لا مش كتير أنت عارف طبعا اللي عندنا هنا اللي بيكذب بيروح النار أنت عارف الحكاية دي لا كتير الحمد لله طب قول لي يا احمد في رايك الصحافه ممكن تصنع فنان؟ الصحافه فيها نجم تشارك انه في صناعه فنان نجم يعني يمكن نجم يعني تقدر عندي تصريح غريب قوي بتاريخ 5/5/2006 ان انت قلت انا جمالي بيساعدني على النجاح الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر التصريح ده مظبوط ولا اكيد لا يعني حتى لو انتبه حتى لو الكلام اللي اتقال مظبوط لكن اكيد انا ما نقولوش يعني حتى مثلا نقول كون مثلا وسامتي او كذا نجحتني مثلا اكيد انا ما نجيش نقول كون
مع وسامتي نجحت؟ اكيد لا. عندي تصريح غريب قوي بعد ما الالبوم بتاعك نزل مباشره، بيقول انه احمد شريف بيقول قلبي لا يتسع الا لوحدك. طبعا طبعا. اسمها ايه؟ ايمان. اسمها ايمان. خطيبتك؟ نعم. في تونس؟ نعم. يا حبيبي انا برافو عليك والله يا جدع، مبروك. انا عاجبني الاجابه التلقائيه. ليه؟ طبعا. اصل فيها يقعد يقول لك والله ابدا انا ما قلتش او انا قلت وفاهم، لكن كده ايمان على طول، برافو عليك. مبسوط بنجاح البومي، لكن لكن ايه؟ لكن الخوف من الالبوم الجاي. عملت اغاني؟ نعم. كم اغنيه؟ وصلنا لحد دلوقتي بالمصري، خليني اتكلم شويه مصري. ايوه. والنبي يا معلم. بدينا وصلنا الحلقه الخمس اغاني. وخلصت خمس اغاني فعلا؟ طبعا. طيب نرجع تاني للبدايات ورا شويه، في شويه نقاد قالوا انه برنامج ستار اكاديمي برنامج يكاد يكون فاشل، ما هوش ناجح قوي، لانه بيعتمد على تقييم الجمهور للمطرب مش على تقييم نقاد متخصصين. ايه رايك في الكلام؟ رايي يعني ده هذه وجهه نظرهم. وجهه نظر وجهه نظر يعني اكيد الناقد يعني يكون اكيد مش النقاد كل نفس اكيد فما شكون مع فما شكون ضد فما شكون اي فما شكون لا. دونك ما كل واحد وذوقه. كل واحد وذوقه.